أول حاجة عايز أتكلم فيها مع حضراتكم وهي لبعض المشككين، لبعض المشككين، وهم بالفعل أو هم طبعا زي ما حضراتكم عارفين دايما وزي ما بتكلم مع حضراتكم، هم بعض من لا يشجع النادي الأهلي سواء جوه مصر أو بره مصر. من يحاول أن يشكك في فوز النادي الأهلي أمس، أو يحاول أن يظهر لبعض من الجمهور أو بعض من الجمهور أن اللي بيحصل ده أو أن ركلة الجزاء اللي اتحسبت امبارح والطرد شيء مش صحيح، من فضل حضراتكم بصوا على اللي هيحصل دلوقتي، شوفوا الكلام اللي مكتوب ده، هل هو من عندي، من جيبي، من النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي طلع الكلام ده، ولا الفيفا؟ يعني إيه تجي لك ركلة جزاء ويتم طرد لاعب والناس بتشكك في ركلة الجزاء اللي واضحة للعيان، يعني اللي واضحة لأي حد، أي حد بيبص عليها أو أي حد في الماتش يقول لك دي ركلة جزاء على طول، ده أولا. ثانيا، طرد ولا مش طرد؟ 100% طرد، 100% طرد. كابتن ناصر عباس قال هذا الكلام امبارح، منع هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف عندما يقوم اللاعب بمنع الفريق المنافس من تسجيل هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف بموجب مخالفة لمس الكرة باليد يتم طرد اللاعب أينما حدثت المخالفة. ده بالنسبة للبند الأول. حينما يقوم اللاعب بارتكاب مخالفة ضد اللاعب المنافس ضمن نطاق منطقة جزائه مع منعه من فرصة واضحة، مع إيه؟ منعه من فرصة واضحة لتسجيل هدف، ويقوم الحكم باحتساب ركلة الجزاء ينذر اللاعب المخالف إذا كانت المخالفة محاولة لعب الكرة في جميع الظروف الأخرى مثل المسك، السحب، الدفع، لا إمكانية للعب الكرة، يتم طرد اللاعب المخطئ. طب يا عم إسلام، هو الكلام اللي أنت بتقوله ده واللي أنت جايبه ده، أنت جايبه من تحت بير السلم؟ أنت جايبه من النادي الأهلي مثلا؟ النادي الأهلي عمل لائحة جديدة وبطلعها لكم على الشاشة علشان الناس تقول إن اللائحة دي، لا طبعا، الكلام ده من الفيفا، الكلام ده هو الكلام الصحيح أو هو الإجراء المتبع عندما يكون هناك كارت أحمر في لعبة زي اللي احنا شفناها امبارح في المباراة. للأسف طبعا أنا مش هقدر أعرض لحضراتكم الفيديو، لكن حضراتكم عارفينها وحضراتكم شفتوها. حضرتك بتشكك ليه؟ بتشكك لمجرد ان انت عايز تكسب. طبعا ده حصل امبارح في بعض من لا يشجع النادي الاهلي طبعا جوه مصر وبره مصر. الناس اللي كانت بتتكلم في بعض القنوات كانت بتقول لك اصل احنا واذا كانت ركله جزاء بس ما ينفعش تطرد. يا جماعه نقرا القانون،